بس حاجة غريبة كده اللي هي الهجوم على اتحاد الكورة وكده. لا ما كانش فيه الكلام ده خالص يعني. الناس ما قبلونا، هجمتوش على اتحاد الكرة؟ لا 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 ما فيش هجوم ولا حاجة. الناس قبلونا استقبال كويس يعني الحمد لله. ما فيش حاجة. هو كل في الموضوع يعني زي ما حضرتك قريت كده ان كان في شكوى من شهر 4 2011. انت ليك فلوس قد ايه يا كابتن؟ انا ليا 245. في ظل وجود كابتن دكتور عفت ولا من قبل يعني كابتن بص، دكتور عفت؟ كل المديونيه ال 11 لعيب ديت في ظل وجود مجلس الاداره الحالي في الاتحاد طب الاهلي. هل حضرتك ومحمد ابراهيم وحسين فهمي ما حاولتوش تقعدوا مع الدكتور عفت؟ لا هو احنا الطبيعي ان هو المفروض اللي يقعد معانا اللي هو يقعد مع اللعيبه ويشوف طلباتهم ايه ويشوف فلوسهم ايه. هو ما حدش فيهم حاول ان هو يكلمنا، لان هو كان معتمد على ان اتحاد الكوره السابق كان هو بيخلص اموره، كان بيأيد اللي هو عايز يأيده، كان بيعمل اللي هو عاوز يعمله. دلوقتي ما فيش الكلام ده بقى، فهو عشان كده ما كانش حاول، ما حاولش ساعتها ان هو يكلم حد من اللعيبه. احنا 11 لعيب لينا شكاوي ولينا قرارات واخدينها، جوابات واخدينها من اتحاد الكوره تثبت ان كل واحد ليه احقيه في المبلغ اللي اتحكم له فيه من لجنه التظلمات. انت لجنه لجنة التظلمات حكمت لك ب 245,000؟ انا حكمالي بالمبلغ بتاعي وحكم لكل لعيب بكده. فدلوقتي هو كان مقدم تظلم، ودلوقتي ما فيش لجنه تظلمات اتحلت في اتحاد الكوره، فبالتالي اتحاد الكوره خد قرار ان القرار اللي طلع من لجنه شؤون اللاعبين يمشي طالما ما فيش لجنه تظلمات. تمام. فطلع قرار من 4 ايام بايقاف قيد ل 11 نادي ما كانش من ضمنهم اتحاد السناري. فاحنا النهارده تواجدنا في اتحاد الكوره كنا حوالي 8 9 لعيبه نشوف الموضوع دوت. وكان الكابتن قالوا مجدي لكم عبد الغني ايه؟ متواجد معانا، الكابتن مجدي عبد الغني بصفته ان هو رئيس جامعه المحترفين، واحنا كلنا وانتوا اعضاء في الجمعيه؟ احنا كلنا اعضاء في جامعه المحترفين. طب ايه بقى اللي حصل بقى؟ يعني ايه القرارات اللي وصلت لها؟ احنا طلعنا قعدنا مع الكابتن انور صالح وسياده المستشار حسين حلمي. حسين حلمي. وقعدنا واتكلمنا وحكينا لهم الموضوع وكده، وكتبوا ان كتبوا يعني ورقه رسميه ان هيتم ايقاف قيد الاتحاد السكندري، والمفروض الخطاب هيطلع رسمي بكره الصبح، والمفروض ان انا اروح ان انا اخد منه صوره. طب انا بس انا يعني اسمح لي ان انا اسالك سؤال، يعني معاك. قبل ان انت توصلوا للنقطه دي ليه ما حاولتوش تقعدوا مع الدكتور عفت؟ وما فيش داعي للمشاكل دي كلها محمود، يعني انا شايف ما هو يعني ايه ايه اللي منعي؟ هل مثلا من الاساس دكتور عفت قال ما حدش يقعد معايا؟ لا هقول لحضرتك اللي حصل، ان في اللي هو اللي ماسك مع رئيس نادي الاتحاد السكندري اللي هو الاداري اسمه ايهاب جابر، ان هو كان كلمنا قبل كده. هو ماشي بمبدا انت ليك 100 هتاخد 30 وخلاص وشكرا، ليك 200 هتاخد 70 وخلاص. فطبعا الكلام ده مفيش في الكوره الكلام ده، ما ينفعش. ما كنتش بتلعب ببلاش في نادي يعني. طب وهل يا محمود، هل يا محمود يعني برضو احنا شفنا لعيبه كتير وانديه كتير اللعيبه خفضت شويه من القصه للظروف اللي بتمر بيها الانديه، فهل مش ممكن من تجاوب في هذا الموضوع وتتحل ودي يا محمود؟ يعني انا بكلمك بصفه شخصيه، انا انت طبعا ده حقك الشخصي، انا طبعا ماليش دعوه بيه، لكن انا بكلمك بصفه وديه، يعني هل للظروف اللي بتمر بيها الانديه مش ممكن انتوا برضو يعني الامور تتنازل عن جزء وتاخد جزء برضو؟ هو ما حصلش مبادره كويسه تدي ايحاء ان انا ممكن اتنازل. يعني لو الراجل مثلا شال لك 20 شال لك 30 من ال 245 هقول لك اوكي ماشي، لكن تيجي انت لعيب ليك 245 يجي يقول لك اديك 100,000 جنيه؟ في الكلام ده في الكوره؟ طب ما انا برضو هل الموضوع انت متاكد انه وصل للدكتور عفت؟ ما فيش حاجه في اسكندريه بتعدي البواله ما بتوصلش لرئيس الاتحاد السكندري. طب انت رحت فين دلوقتي يا محمود؟ انا دلوقتي في الداخليه، النقطه اللي انا جاي لحضرتك فيها. رحت فين؟ الداخليه، انا في الداخليه دلوقتي. رحت في نادي الداخليه. في وقعت هناك. انا رحت يناير اللي فاتوا معاهم بقالي 4 شهور. بس ما لحقتش تلعب في ال ما انا هقول لحضرتك ليه. المشكله اللي مخلياني ان انا مصر على موقفي ان جه رئيس الاتحاد السكندري شالني من القيد بتاع الموسم اللي فات ده قبل ما القيد يتقفل بثلاث اربع ايام، ضيع عليا فرصه ان انا قعدت 4 شهور في البيت ما رحتش حته. فبالتالي ان انا في نص في فلوس من اللي محكوم لي فيها دي محكوم لي ب 12.5% من فلوسي. ان انا طالما ما رحتش حته ان انا يحق لي ان انا اخد عقد. لك تاخد عقدك. فهي دي برضو مشكله كانت من ضمن المشاكل. لكن انت حاليا مقيد في الداخليه. انا دلوقتي مع الداخليه من يناير اللي فات. من يناير اللي فات. وبقيه اللعيبه برضو اللي معاك اتعاقدوا كلهم برضو في كلهم تانية. ما كلهم في بقى اللي في المقاصه وفي سموحه لغايه فيهم 15 لعيب. انا على ما اعتقد المبلغ عامل حوالي 1,300,000 1,400,000 في الحدود. كلكم على بعض. ال 11 لعيب. حوالي 1,300,000. والموضوع بقاله سنة يعني، حتى في خلال السنة ما حاولش ان هو يقعد معانا ولا يكلمنا حتى.
والكابتن انور قال لك بكره هيصدر قرار ان الاتحاد يبقى زيه زي الانديه ال 11. القرار طالع رسمي بكره الصبح من اتحاد الكوره زيه زي الانديه ال 11 نادي. تمام، شكرا كابتن محمود سمير، شكرا جزيلا. يعني نتمنى الامور دي، لان الفيفا لو جت هتيجي تقف في صف اللعيبه، مش هتقف في صف الانديه خالص، الفيفا هتقف في صف اللعيبه، لانها منعت واصدرت كلام قبل كده وقالت حقوق اللعيبه ممنوع المساس بيها. ده كلام كان واضح من الفيفا في خصوص هذه النقطه يعني.